الاتصال السمعي البصري تقدم كراسة شروطا تضبط رخص المؤسسات الإعلامية ومشروع قانون الجبهة الشعبية من أجل تعويض مشروع المالية لسنة 14 و2000 ملفات فساد وتلاعب في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، أهلا بكم. قدمت هيئة الاتصال السمعي البصري خلال ندوة صحفية كراسة شروط خاصة بالإذاعات والتلفازات الخاصة والجمعياتية. كراس شروط ضبطت منح الإجازة والرخص للمؤسسات الإعلامية على أساس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. كراس الشروط هذه ضبطت أيضا المضمون والعقوبات التي وجب التقيد بها. سهام المحمدي في هذا التقرير. أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ندوة الإعلان عن كراس شروط للإذاعات والتلفزات الخاصة والجمعياتية، كراس يدخل حيز التنفيذ فور صدوره بالرائد الرسمي ويمنح الإجازة لكل قناة أو إذاعة خاصة تحترم شروطهم لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد لمن يحترم هذه الشروط. شروط التجديد هي أولاً احترام كراسة الشروط، أولاً يكون المؤسسة ما قامتش ب يعني إخلالات كبيرة جسيمة إلى غير ذلك، اللي تعرف اللي يبدأ الملف نتاعو معدي بالمخالفات، طبعا وقت يجي وقت التجديد يقع النظر في كل هذه الأخطاء. شروط اهتمت بالمتفرج أولا وصاحب الوسيلة الإعلامية ثانيا، ولم تنسى الصحفي العصب الرئيس للهالة الإعلامية. إنه يلتزم معناها الطالب الإجازة على بأنه يشغل صحفيين محترفين تونسيين كامل الوقت بما يتلائم مع المشروع التلفزي المعروف، ويتم هذا يعني تحديد عدد هؤلاء الصحفيين ضمن اتفاقية الإجازة، لأنه هناك جوانب أخرى لم تتناولها كراسة الشروط بالتدقيق، من بينها معناها عدد الصحفيين وكذلك الكتاب بالنسبة للموسيقى والسينما، هذه باش يكون في اتفاقيات الإجازة. شروط ذكرت وأخرى ستوضع في محضر الاتفاقات وأخرى بصدد البحث، كمسألة القنوات التي تبث من خارج تونس. طبعا هذا من المشاكل اللي قاعدة تدرس فيهم الهيئة، وإن شاء الله نتوصل إلى حلول خاصة بالتشاور واللقاءات مع المنظمات التعديلية اللي كيف المنظمة بتاعنا كما الهيئة بتاعنا في الخارج، وسيقع التنسيق حتى يقع الحد من التجاوزات التي تقع في هذه القنوات. هيئة الاتصال السمعي البصري وراء كل نفس إعلامي حر على حد تعبير أعضائها، ولكن مع احترام القانون وتطبيقه على الجميع ودون استثناء. نص مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الجبهة الشعبية إلى الحكومة الجديدة من أجل تعويض مشروع مالية 14 و2000، نص على ضرورة التعويل على موارد الذاتية للدولة وتجميد الديون الخارجية مع إقرار منحة للعاطلين عن العمل. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير بخضرة حاجي. المواد الإنشائية وخبير في التنمية المستدامة وتقييم. الجبهة الشعبية اليسارية تقدم مشروعا ميزانية بديل لميزانية 14 و2000، تلك الميزانية التي أثارت الاحتقان في البلاد. الميزانية البديلة جاءت لزعزعة تركة ثقيلة تركتها حكومة علي العريض، هكذا يقول حم الهمامي. وصلنا إلى وضع كارثي. مسؤولية شكون هذا؟ لأن دي مسؤولية حكومة منها الترويكا، سوء التصرف، سوء التسيير، أهدار العام، الفساد اللي كثر، عدم الكفاءة، كلها عوامل اللي خلت البلاد توصل لمثل هذه من الحالة. وترتكز ميزانية الجبهة الشعبية على تعليق المديونية لمدة 3 سنوات وتعويل الدولة على مواردها الذاتية وإقرار منحة لعطالة الشبان. والرؤية تصور جديد لمسألة المديونية، فيها تصور أيضا لإمكانيات وإلا فهمت الحلول الممكن اتخاذها من أجل المحافظة على المقدرة الشرائية لعموم التوانسة، فيها أيضا مقترحات وحلول في علاقة بنفقة الدعم اللي أصبحت اليوم يعني تثقل كاهن الميزانية، ولكن مش معقول أنه حلها على حساب المواطنين يعني عبر الزيادات في أسعار المواد الأساسية. وتعتبر والميزانية البديلة مشروعا رافضا لسياسة التقشف المتبعة في ميزانية 14 و2000، عوضا عن الدخول في سياسة
التقشف، هناك ضرورة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال يعني التخفيض في الضريبة على الدخل، يعني الشرائح يعني الضعيفة. ونفت الجبهة الشعبية أن تكون هذه البادرة من قبيل حملتها الانتخابية. شو ما عنديش علاقة بالحملات الانتخابية، الحملة الانتخابية عندها وقتها، إذا عندها علاقة بالحراك السياسي، عندها علاقة بوجودك كجبهة كطرف سياسي فاعل ومنتج وبناء يقترح. وأتوقع الهجوم الشنيع الذي ستجنه بعض الأوساط على الجبهة الشعبية لتشويه أو وهذا متوقع. تحاول الجبهة الشعبية المعروفة بحدة معارضتها للحكومات المتعاقبة، تحاول إعطاء صورة جديدة بناء لحزبها. ملفات فساد إدارية ومالية طالت تعاضدية الخدمات الفلاحية بجمودة من ولاية سيدي بوزيد حسب ما أورده تقرير الخبير العدلي للمحاسبة، إلى جانب التلاعب بأسعار العلف وبيعها بالسوق السوداء. قضايا طالبت جمعية الزعفرية للتنمية الفلاحية والاجتماعية والنقابة الجهوية التونسية للفلاحة بالنظر فيها بعد رفعها إلى القضاء. نور الدين السعيدي ومزيد من التفاصيل. شراءات بدون فواتير، هذا ملف من بين عديد ملفات الفساد الأخرى التي يعيشها القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد، فساد مالي وإداري في أحد تعاضديات الخدمات الفلاحية، وتجاوزات طالت أيضا الفلاحين وأنشطتهم. فلاحون كانت هذه بعض شهاداتهم على بعض الواقعة. فلاح نحن في حاجة، خاصة العلف هذا، العلف المدعم غير واصل، مش واصل العلف، وإذا كان يوصل العلف المدعم هذا يزمع من اشتراكات للاتحاد الفلاحين، هذا غير ممكن. هذا والفلاح لا ما ثمش حتى حاجه توصل للفلاح. يعتمد توزيع مشبوه جدا. كيفاش التوزيع المشبوه؟ يقع التوزيع سيدي لاشخاص معينين يتعدوا على الاصابع، اللي هم ما عندهمش حتى الماشيه وما عندهمش معنا علاقه بالفلاحه، يبيعوا فيها في مرشي نوار، معناها ياخذوا يربحوا ويربحوا كما يقولوا، وقاعد السيركوي هذا يدور. حبينا نقومه نحن بشكل من الاشكال، وقع حرمان اختي من حقها 4 شهور التالي. جمعيه الزعفريه للتنميه الفلاحيه والاجتماعيه والفرع الجهوي للنقابه التونسيه للفلاحين اكدت في ندوه صحفيه ان الفساد ينخر القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد. ملفات فيها فساد، ملف الدعم العلفي اللي اعطته الدوله لصغار الفلاحين وما نعرفوش، ومن خلالكم ومن خلال منبركم نطالبوا بفتح تحقيق في معتمديه واحده، معتمديه سيدي بوزيد الغربيه من سبتمبر 2013 ل 2014، معناها يحفروا في ابار عميقه بدور وخص في مناطق محجره، واحنا اللي تصدينا ولا فايده، وعندنا ملف اللي هو كبير ياسر تشد هو التلي شويه 10 ايام، اللي هو ماده الفوسفات، شخص يخدم عنده 12 سنه بدون رخصه، ما نعرفوش المكونات اللي عبي فيها شنو. تعاضديه الخدمات الفلاحيه جموده سيدي بوزيد، الفساد هذا كان عنده جانبين، جانب الاداري والجانب المالي. الجانب الاداري يتعلق بمحاضر الجلسات، يتعلق بالجلسات العامه، يتعلق بحكايه الانخراط، يتعلق بقائمه المخرطين، يتعلق بالتحيين القوائم هذه وإيداعها في المحاكم وإيداع محاضر جلسات المحاكم. ثم الفساد المالي يتعلق بقطاع الحليب، تصرف قطاع الحليب، يتعلق بمسألة التزويد، الشراءات بدون فواتير، يتعلق بمسألة جرد الخزينة، يتعلق بمسألة بيع ممتلكات التعاضدية. قدمنا بقضايا عدلية إلى حد الآن لم يقع البت فيها. نحن نطالب بأن يقع البت في هذه القضاء وفي هذه القضاء وإعطاء كل ذي حق حقه. الفساد في القطاع الفلاحي من الملفات المسكوت عنها، ملفات تنتظر تدخلا فوريا من السلطة القضائية والبت في القضايا المرفوعة في هذا الشأن. تعطلت الدروس بالمعهد العالي للإعلامية بأريانا على إثر الإضراب المفتوح الذي نفذه الطلبة تنديدا بضيق مساحة المعهد مقارنة بأعداد الطلبة ومطالبة بتوفير معدات الدراسة، إلى جانب المطالبة بانتداب أساتذة مختصين في مجال الإعلامية. هذا واستنكر الطلبة عدم احترام الشروط الصحية في الأكل الجامعي. منتصر الأسودي. طلبة المعهد العالي للإعلامية يعانون من عدة مشاكل أثرت على حياتهم الجامعية، منها غياب الأجهزة المعدة للدراسة وانبعاث الغاز الطبيعي في قاعات التدريس، إضافة إلى سوء التغذية. عنا مشاكل في كل شيء، منها اللوكال اللي السقف متاعه يقطر بالماء، ريحة الغاز اللي في البلوك بي اللي دوختنا،
الماتيريال ما فماش دي لوجيسييل مصبوبين، يقول لك البروف برا جيب لي جيب معاك البي سي نتاعك راه ما فماش ماتيريال، جيب السوري جيب الكلافيي، ما عندنا حتى شيء. الاكله الجامعيه يجيبوا لنا كسكروت فيه شويه خس ولا حتى الخس لي حاجه تتقرمش الله اعلم هي شنية، وشويه هكا ريحه الطن. ديجا البارح بركه فما طفله تحنقت من الغاز في البي 24 في البلوك بي، هو عن الغاز من غير ما نحكي زاد على الوسخ نتاع حشكم التواليت باش نوصل نمرض بالكوليرا. كفانا مماطلة كفانا تلاعبا بالطالب، شعار رفعه المحتجون منددين بتجاهل صلة الإشراف لمؤسستهم التعليمية التي عانت التهميش والإهمال. قررنا اليوم الدخول في إضراب مفتوح لأجل غير محدد للبحث في مشاكل مطالبنا اللي رفعناها، وهي تعتبر مطالب كلاسيكية منها الأكلة الجامعية، المرور لمرحلة الهندسة، النقل الجامعي ومشكلة اللوكال، ونحن نبحث عن مشاكل جذرية. كفانا مماطلة كفانا تلاعب بالطالب التونسي. مقصرة مغيبتها للمعهد العالي الإعلامية، ما هوش موجود في المنظومة التعليمية في تونس جملة، كأنها فاك معناها ما هيش من تونس، معناها ما هيش في البلاد هذية. الحكومات تسعى للتخلص من خريجي الجامعات وطالبي الشغل الذين يجدون أنفسهم مجبرين على ركوب قوارب الموت باتجاه الجنة الموعودة أو الزجي بهم في الحرب السورية بعد اكتوائهم بنيران الفقر والخصاصة حسب البعض. طالب المعهد العالي الإعلامية في صورة تواصل هذه الظروف متاع الدراسة هو يضيع في 3 سنوات، مش يضيع في نهارين، يعني سيضيع شقاء عمره 3 سنين باش يشد الحيط، وإلا فما مكان آخر يؤويه شقف لإيطاليا، ومكان آخر يبعثوه ويجندوه لأنه مفقر ومهمش إلى سوريا، يبعثوه إلى سوريا بتعالة الجهاد وهم يتخلصوا منه باش يخسروا واحد يطلب الشغل. هاته الحكومات وهاته المنظومة اللي تحكم في تونس من بين أهدافها تقتيل الشباب. أساتذة المعهد أبدوا مساندتهم المطلقة لإضراب الطلبة مقرين بتردي الأوضاع داخل المؤسسة التربوية. احنا كطاقم تدريس قاعدين نقوموا بكل المجهودات حتى للي نتمكنوا باش نبلغوا المعلومة صحيحة للتلميذ، ولكن نقر ونستعرف كونه الظروف ماهيش ظروف ملائمة بنسبة 100% باش التلميذ ينجم ياخذ هالمعلومه هذه في الظروف الحسنه. انتفض طلبه المعهد العالي للاعلاميه عن التهميش والتحقير الذي طال مؤسستهم معلنين عن رفضهم لتواصل تقزيم دور منابر العلم والمعرفه، فكيف ستتصرف وزاره التعليم مع هذا الاشكال؟ أعلن أعوان وإطارة مركز التكوين المهني والتشغيل بسوسة اليوم عزمهم تنفيذ تحرك احتجاجي بالعاصمة يوم غد الجمعة تنديدا بتواصل إيقاف زميلهم بشير بن رحومة. الأعوان استنكروا خلال اجتماعهم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل الطرد التعسفي للموقوف من طرف مدير المركز بعد إدلائه بشهادته حول الخلاف الذي جد بين المدير وأحد العاملين. والله حابين نبسطوا اليوم الوضعية متاع الزميل بشير بن رحومة اللي هو معناه شد في المشكله، كنا ديجا معناه عملنا فيها حوار المره اللي فاتت اللي صارت بين زميل ناجي جبيلي وسيد المدير نتاع مركز القطاع بحمام سوسه. الاشكال انه السيد بشير هذا معناه هو شاهد في القضيه الاولى، وكي شد في القضيه الاولى عنده حكايه قديمه هي اللي هو معناها ممضي في شهاده كفاءه المهنيه في بلاس بعض الزملاء اللي هما ما تعترضوش معناه على الحكايه هذه، مرعنا انه خلي عليها اضراب انذار عقوبه بانذار، وثم شكون هدوا معناه اذا كان يشهد اوتوماتيكمون مش يجبدوا له معناها القضيه القديمه اللي خذ عليها انذار. لح عليه الزميل ناجي جبيلي باش يشهد معاه في المشكله نتاعو، تعداو باساج لاك تجمعه ذوما عداو له الدوسي نتاعو للقضاء بعد عام ونص من اللي بعد ما خذينا انذار. في جلسه مع السيد الوزير مشكور معناها بحضور كاتب عام مساعد السيد حفيظ حفي، توصلنا الاتفاق على اساس انه بيحاول مش نحاولوا نلقوا حل المشكله هذه، ولقينا كل تفاهم السيد الوزير، لكن مرعنا انه الزميل نسمعوا به اللي مات هذوما تعدى يبحث اوتوماتيكمون تعدى وقفوه وفي السجن تو. احنا بحاول الله ان شاء الله غدوه جميع المراكز معناها قامت بوقف احتجاجيه البارح جميع مراكز جهه سوسه، وبحاول الله ان شاء الله غدوه مش نهبطوا قدام الوزاره مش نعمل وقفه احتجاجيه زاده كيف قدام الوزاره، واحنا نتوسموا كل خير مثلا بالسيد الوزير اللي بحاول الله نلقاو حل باذن الله في الله. في سوسة دائما أين هدد عمال وإطارات الشركة التونسية لصناعات الإطارات المطاطية بمساكن والمضربين عن العمل منذ يوم أمس بتصعيد احتجاجهم،
كان ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها اليوم للمطالبة باستقالة المدير العام وللإعلان أيضا عن رفضهم خوصصة الشركة. الشركة اليوم 9 أشهر يا سمادي جمعة، 9 أشهر انقضت والشركة باقي بالانحدار. المؤسسة من أصلها تعاني من أزمة مالية خانقة، أزمة مالية وصلت إلى حد فاقت رأس مالها، وهذا الكل يعلمه والسلطة تعلمه، والتقارير بعثت في الغرض والحوار مفتوح في الغرض، زيد تراكم على الأزمة المالية أزمة سوء تصرف وأزمة أهمال من قبل الإدارة العامة، هذا يصبح غير مقبول. ونحن ندعو سلطة الإشراف وجوب التدخل سريعا لتفعيل برنامج الإنقاذ اللي وعدت به السيد مهدي جمعة وقت الزرنا في جويليا 2013، وعد أنه سيتدخل سريعا لإنقاذ المؤسسة باعتبارها مكسب مكاسب وطننا ونموذج من النماذج الأقطاب التكنولوجية في البلاد. أما في حالة أنه السلطة تخلت عن دورها في إنقاذ المؤسسة هذه وأخذ ملف كل جدية، نحن مضطرون لمواصلة احتجاجنا بكل الأشكال السلمية والشرعية. اليوم أنا أقوله لكم، احنا صف واحد خلف منظمة الاتحاد عم تدوس الشغل، ولا يمكن أن نتخلاه للحظة عن دورنا التاريخي في إنقاذ مدرستنا وإنقاذ حقوقنا. إضراب مفتوح لأعوان المالية بقفص احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف للمطالب والاتفاقيات المبرمة سابقا مع الطرف النقابي. الأعوان الذين اجتمعوا اليوم بدار الاتحاد الجهوي للشغل أكدوا عدم التنازل عن مطالبهم. رياض الحدوري. جاء هذا الإضراب على خلفية عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها حيال المطالب التي تم الاتفاق بشأنها بتاريخ 7 فيفري الماضي، والتي سبقتها جملة من التحركات لذات الغرض سابقا. للأسف احنا التزمنا بالجانب اللي خصنا وألغينا الإضراب المبرمج من بداية من يوم 10 فيفري 2014 ب5 أيام. بالنسبة لسلطة الإشراف وزارة المالية لم تطبق أو لم تلتزم بالجانب اللي يخصها. اتفاق تضمن عدة نقاط اعتبرها أعوان المالية مطالبا مشروعة وعادلة، لكنها لم تلقى التجاوب المطلوب من طرف وزارة المالية وظلت حبيسة رفوفها. لعل أهمها معادلة الشهادة العلمية، ثم إدراجنا بالفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية باعتبارنا قطاع خصوصي، وهذه الخصوصية تفترض أن لا نخضع للوظيفة العمومية وإنما يقع تمكينا من قانون أساسي. ثم عنا مطلب آخر وهو مطلب منحة تسمى منحة الإخلات الجبائية. إن هذا الاتفاق المبرم من طرف وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للشغل يبقى في إدراج السيد الوزير. عدم التنازل عن هذه المطالب وتفعيلها وتحديد آلية للمتابعة بما يضمن الحق كاملا لأصحابه، إلى جانب اتخاذ إجراءات موثوق بها وملموسة من أجل ذلك والتنصيص عليها بالرائد الرسمي في صورة الوصول إلى اتفاق، هو ما أكده هؤلاء اليوم. احنا مشينا متنازلين على الجراف نتاعنا، اللهم ما يكون محضر الاتفاق يعني منسقين عليه في الرائد الرسمي ومن غير تغيير ومن غير حتى شيء. احنا يلا نخدموا على عين وروسنا القباضة والدولة بصفة عامة. مما لا شك فيه ان قطاع المالية يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، لكن طبيعة المرحلة وبكل ما تحمله من تحديات وتطورات يفترض توفر أرضية ملائمة لإرساء اقتصاد وطني قوي وعلى أسس ثابتة ومتينة. سوريا إلى أين؟ قد يكون حل الأزمة السورية بيد المعارضة والنظام الموالي لبشار الأسد الذي لم تتلوث يده بدماء الأبرياء من السوريين. هذا ما صرح به الباحث الاستشاري في مركز الشرق للبحوث بدبي عبدالله تركماني خلال ندوة صحفية التي عقدها اليوم بمركز دراسة الإسلام والديمقراطية. لا شك الوضع صعب في سوريا بعد 3 سنوات من الثورة. الموقع الجيوستراتيجي لسوريا أحد مصادر هذا التعقيد، تدخلات إقليمية ودولية ومصالح عديدة عامل من العوامل، ولكن العامل الأهم هو الخيار الأمني لسلطة الاستبداد. لابد من إيجاد حل يضمن مصالح الشعب السوري بشكل عام وكل مكونات الشعب السوري، المعارضة من جهة وممثليها، وأيضا الموالاة من جهة أخرى التي لم تتلوث أيديها بدماء الشعب. إلى جنب دبي، دخل أعوان المالية في إضراب مفتوح من أجل المطالبة بتفعيل الاتفاقية والتي تنص على منحة الجباية والاستخلاص وللنهوض بالقطاع أيضا. احنا عفوا، اليوم لقينا رواحنا مضطرين في دخول في إضراب
بالأساس هو احتجاج يمكن أن يطول، اعتبار أنه صار إمضاء اتفاقية والاتفاقية لم يقع معناها تفعيلها، ونحن طالبين بتفعيل هذه الاتفاقية، خاصة إذا كان ثم من داخل الوزارة ثم ناس حاولت تخدم ضد هذه الاتفاقية وحاولت ناس تطلب التعميم، في حين هذه راهي منحة خاصة لسلك الجباية والاستخلاص. نحن نطلب أن تفعيل هذه الاتفاقية ونشرب الرائد الرسمي، وعلى هذا رو نحن معناها جهدنا رو جهدنا كبير جدا. وإذا كان ثم مثل شعب يقول لك المال قوام الأعمال، راهي 80% من ورد الدولة نجيبوا فيها نحن أعوان المالية. يا ولادي انتبهوا لنا، يا ولادي راهو عندنا وزننا وراهو على الاقل اعطونا طالبين حد ادنى. اذا كان تحكوا اليوم على الموارد الماليه وتحكوا على التهرب، يلفوكم امام صوفيه القطاع هذايا لا لشيء، لانه لحفظ ماء الوجه ولا على الاقل نجيبوا موارد. في جندوبة دائما، ففي إطار سعي أصحاب الشهادات بعثة تنسيقية بولاية جندوبة، اجتمع عدد كبير من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل بالمقر الجهوي لاتحاد الشغل بالجهة، قدموا خلاله اعتراضا في الآلية 16. تشكلت اليوم في إطار سعي أصحاب الشهادة العليا دورهم إلى بعث تنسيقية في شير جندوبة، وكان هذا الفضل الكبير للاتحاد الجهوي في لم شمل هذه الأفراد ضم وتكوين هذه التنسيقية، وكانت ضم التنسيقية هذه عدد يتراوح ما بين 417 من أصحاب الشهادة العليا الذين قدموا اعتراض في الآلية 16. دور هذه التنسيقية باش دفع المجموعة هذه على بعد بنيها من الاتحاد على مستوى الجهية، وإن شاء الله باش نضغوا في تسوية المطالب هذوما على مستوى وزاري على مستوى وطني، باش نحاولوا نتبنوا المطالب هذه وننظموهم في إطار تحركات احتجاجية للدفاع هذه المطالب، وهذا الكل يرجع الفضل للاتحاد الجهوي للشغل. المساعدة والإحاطة بالمؤسسات لتطوير نشاطها وتحسين قدرتها التنافسية عن طريق تمويل طويل المدى بضمان من الشركة التونسية للضمان هو هدف الملتقى الإقليمي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفاقس، ملتقى تم خلاله تقديم المنتوج الجديد والمتمثل في عقد التطوير الذي يعتبر نتاجا لمشروع التوأمة بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك الاستثمار العمومي الفرنسي والشركة التونسية للضمان. عقد التطوير هو اسم المنتوج الجديد الذي قدمه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال ملتقى إقليمي انتظم اليوم الخميس 6 فيفري بصفاقس. ويأتي هذا المنتوج الجديد في إطار برنامج التوأمة بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك الاستثمار العمومي الفرنسي والشركة التونسية للضمان، وذلك لتمويل الاستثمارات الغير مادية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في طور الاستغلال. عقد التطوير هذا حاولنا نركزوه احنا في إطار برنامج التوأمة اللي ربطنا بين احنا كبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان من الجانب التونسي والمؤسسة بي بي فرنسا في الجانب الفرنسي. هو برنامج ممول في إطار هبة من الاتحاد الأوروبي اللي مكننا باش نطوروا العرض نتاعنا وننوعوا الخدمات اللي نقدموها للمؤسسة الصغرى والمتوسطة ونستجيبوا اكثر للحاجيات نتاعها. في جانب من عقد التطوير تضمن جانب منه شركة تونسية للضمان، والضمان هذا يخلي معناتها المؤسسات تدخل الاستثمار بطريقة أسهل وأنجع، حيث معناتها البنوك تولي عندها سهولة في تعاطي مع ملفات بعض المستثمرين، وتولي تلقى الضمان معناتها نسبة من المخاطرة متاعها تتحملها الشركة التونسية للضمان. عقد التطوير هو يهم المؤسسات اللي هي في طور الاستغلال، معناها مش موجه لإحداث المشاريع، هو للمؤسسات المنتصبة تخدم وعندها على الأقل سنتين معناها من النشاط. العقد هذايا بتنجم به المؤسسة تمول حاجياتها من الاستثمارات اللامادية خاصة وبمعناها سهولة في الإجراءات وبدون ضمانات عينية حتى ضمانات عينية. هذا المنتوج الذي يربط بين الضمان والتمويل والإحاطة انتفعت به إلى حد الآن 3 مؤسسات بصفاقس بغاية تطوير قدرتها التنافسية وجهازها الإنتاجي والانفتاح على الأسواق الخارجية. أول ملاحظة هو أنه خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لقينا في البنك هذايا ومواد
اللي هما يتأقلموا خاصة مع الحجم والمتطلبات نتاع المؤسسات هذوما، بحكم أنه ما فيش شروط اللي هي تكبل وتعطل المشروع. مشروع التوأمة بين الجانب الفرنسي والتونسي والشركة التونسية للضمان هو برنامج ممول في إطار هبة من الاتحاد الأوروبي، سيمكن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تطوير عروضه وتنويع خدماته الموجهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. الاتصال السمعي البصري تقدم كراسة شروط تضبط رخص المؤسسات الإعلامية، ومشروع قانون الجبهة الشعبية من أجل تعويض مشروع المالية لسنة 14 و2000، ملفات فساد وتلاعب في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد. انتهت نشرتنا لهذا اليوم، وإلى مواعيد إخبارية لاحقة لكم منا أجمل تحية. إلى اللقاء.